احتفل بيه في القصر بتاعه وسابه وراح فرح تاني علشان يجامل صاحبه. اتعامل معاه على انه ابوه، وده وش جديد لعمرو دياب الناس بتشوفه وتتعرف عليه، والمره دي بقى جدعانه واخوه وصحوبيه. ايه هي ابرز لقطات فرح ابن اخو عمرو دياب؟ ازاي احتفل بكتب كتابه في القصر بتاعه؟ يا ترى ايه هي اسرار العريس ومين هو وازاي شغال مع الهضبه؟ تعالوا بينا في الفيديو ده هقول لكم تفاصيل الحكايه. عمرو دياب بيتعامل على انه اب بس مش لاولاده بس، ده كمان لاولاد اخواته واولاد صحابه. بقى بيظهر كتير في حفلات وافراح ولاد صحابه، وده خلال الفتره الاخيره، بس المره دي بقى اتكفل بفرح ابن اخوه، وكانت الحكايه ملهاش زي. تعالوا احكي لكم حكايه ابن اخو الهضبه وعمل معاه ايه. عمرو ابن عماد عبد الباسط دياب، الاخ الوحيد للهضبه، هو واحد من ولاد شقيق الهضبه واللي قريبين جدا منه وبيعتبرهم زي ولاده بالظبط، يمكن كمان قرب المسافه مخليهم هما كمان اقرب ليه متواجدين معاه دايما. بس عمرو واللي احتفل الهضبه بفرحه لمعزه تانيه خالص عند عمه، وكمان ليها تاريخ طويل، ده كفايه يعني انه اسمهم على اسم بعض. عمرو دياب قرر انه يعمل كتب كتاب ابن اخوه في القصر بتاعه، وكان ده بحضور عدد من صحاب الهضبه والمشاهير ونجوم الفن والاعلام، والموضوع ما كانش منتشر قوي على السوشيال ميديا ولا من خلال الكاميرات، لا بالعكس، ده عمرو دياب خلاه من غير كاميرات كتير زي ما بيعمل في اغلب حياته الشخصيه، واللي مش بيحب حد يعرف عنها حاجه. وكان من اشهر المعروفين اللي كانوا حاضرين رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، واللي يعتبر واحد من أهم أصحاب عمرو دياب حالياً. عمرو دياب هو اللي كان شاهد على كتب كتاب ابن أخوه، واليوم بدأ الفرح من بدري قوي، وده لأن حتى الفوتوسيشن بتاع العريس والعروسة كان في القصر بتاع الهضبة، واللي حصل في النهار، وبعد العريس والعروسة ما تصوروا بدأ الفرح، واللي ظهر فيه أصحاب الهضبة وأهل العريس والعروسة. المفاجأة كمان اللي كانت في الفرح ده هي قصر الهضبة عمرو دياب، واللي كان في طريق مصر الصحراوي، مساحته كبيرة جداً وتكلفته تقريباً 60 مليون جنيه، واللي ظهر إنه فخم جداً ومعمول بطراز مودرن، شكله بيلفت الانتباه على الآخر. مش بس كده، كمان الجنينة بتاعته بس اللي اتعمل فيها الفرح كانت شايلة كل ضيوف الهضبة، متخيل بقى دي مساحتها قد إيه؟ اللي محدش يعرفه بقى إن عمرو العريس واحد من ثلاثة أولاد أخوه واللي كلهم قريبين جداً ليه، بس عبد الرحمن بالذات اللي ظهر مع الهضبة قبل كده في كليب وياه وهو صغير، وده معناه إنه بيحبه قوي، لأنه مفيش حد ظهر في كليبات الهضبة من ولاده غير كنزي وعبد الله. اما بقى عمرو العريس فده شغال مع الهضبه في شركه ناي، وفضل شغال معاه لفتره طويله لحد ما بدا من فتره قريبه يشق طريقه في الوسط الفني ويبقى ليه اتجاهاته الخاصه، يعني ولاد اخواته الهضبه هم ولاده اللي قاعدين معاه في القاهره. والغريبه كمان في موضوع اخو الهضبه انه ما كانش بيظهر معاه ابدا في اي صور، وناس كتير كانت بتلوم على عمرو دياب انهم حتى ما يعرفوش شكل اخوه لحد ما نشر لي صوره من الفرح، والناس بدات تسال عنه وعاوزه تعرف تفاصيل التفاصيل. انا بقى هقول لكم التفاصيل. عمرو مش بيظهر كتير مع اخوه رغم انهم قريبين من بعض، لانه لسه عايش في الشرقيه مع اهله ووالده، وما خرجش منها رغم ان عمرو دياب سابها من زمان قوي، واولاده بس هم اللي متواجدين مع عمرو دياب، وفي منهم طبعا اللي شغالين معاه. عماد اخو الهضبه اصغر منه بسنتين بس، وهو طبعا اخوه الوحيد، وكمان هو اهلاوي بيحب الاهل جدا عكس عمرو دياب اللي زملكاوي صميم. كمان على جنب تاني خالص، عمرو دياب بقى بيظهر في افراح ولاد صحابه كتير الفتره الاخيره، واللي شفناه في فرح بندق ابن محمد فؤاد. بس مش هنا بقى المفاجأة اللي الهضبة عاملها خالص. المفاجأة انه راح فرح بندق بعد ما خلص فرح ابن اخوه، وكان اهم حاجة عنده انه يعمل الواجب ويروح لصاحب عمره في فرح ابنه. طبعا ظهر قد ايه الحميمية بين عمرو دياب وفؤاد وكل الشلة اللي كانت موجودة. عمرو دياب ابو الواجب والجدعنة. ايه رأيكم في لوك عمرو دياب الجديد؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.